شكر رجال وزارة الدفاع المصرية والدفاع الجوي، أشكر للسيد العميد الطيار رفاعي الخضري محمد خضري ورفاقه الكرام من السادة الطيارين، حفظ الله سماء أمس بنسور الجو الكرام. عود كريم للواحة الفواحة التي لا ينقطع عبيرها ولا ينتهي ثناها. موعدنا مع مسك الختام مع كروان الفجر سيدنا الشيخ علي محمود شميس، وندعو جميعا لسيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في فجر الليلة، نشكره على ادائه الراقي. اما الان ارتقى منصة التلاوة والدنا الحبيب ومعلم الاجيال فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصف على مصر والعالم الاسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا وكان بالمؤمنين رحيما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله وتوكل على الله صدق الله العظيم. شاكرا شيخنا الفاضل فضيلة القارئ الشيخ محمد ناصف ابن هذا البلد الطيب أهله والعلم القرآني الكبير في هذا المقام القرآني الذي نشارك فيه الأعلام آل دياب الكرام في ليلة التكريم للراحل الكريم والغائب الحاضر حج عبد الحميد توفيق دياب رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.